السلام عليكم، مرحبا يا شباب. بنتمنى الجميع يكون بخير. طبعا هاي مثل ما لكم شايفين اللوحة، مطالعة أنا هيك لبرا، تمام؟ واللوحة اللي راكبة هون لطباخ 10 خطوط. المهم مالنا فيها، راح نشك بالكهرباء. هاي راح نحط الفيش، تمام؟ هاي يعطينا كبسة التشغيل، هاي الأون، هاي يعطينا أمر التشغيل. طبعا مثل ما لكم شايفين E0، ومع رمز E0 إذا ملاحظين في صوت يعني تكتكي تك تك. تمام أصدقائي، شايفين؟ يمكن قبل هالمرة شرحنا عن هالعطل. هاي شلنا البريق، طبعا مثل ما لكم شايفين هاي اللوحة 10 خطوط المركبة، تمام؟ نحن بس عم نجرب هالكرت مشان نورجيكم العزر E0. طبعا الحساس فيكينو حاطينه هون، تمام اصدقائي؟ طبعا بنرد بنعيد، هاي كبسة اون وهاي تشغيل E0. طبعا ما بعرف اذا واضح صوت في هيك صوت عم يتكتك، تمام؟ طبعا في صوت تكتكي بس ما في لا تحريض ولا في اي شيء. هاي شلنا البريم وهاي طفينا وهاي شلنا الفيش. طبعا مثل ما لكم شايفين جربنا المكثف الجانبي، تمام؟ المكثف 5 مايكرو جديد، الترانستورات القيادة، ولسه العطل E0. طبعا بدنا نتوجه هلا اصدقائي لمسدة المدوي، تمام؟ راح نتوجه على المعالج. طبعا كتير من الاصدقاء بسأل عن هالعطل، هاي المعالج، تمام؟ هاي راح نحط هون المعالج. وهي معالج تاني. وهي راح نحط الفيش. طبعا اشتغل، نعطيها كبسة الأون. تمام أصدقائي، يعني هالعطل بعض الأوقات بنبدل المكثف الجانبي بيشتغل، وهالمرة إجا المعالج، ويمكن قبل هالمرة شرحنا نفس الشيء. هاي بنربنا شغلين،
طبعا العطل أصدقائي من المعالج وأخوكم أبو منير. طبعا لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. تم استبدال المعالج ورجع الطباخ للعمل أصدقائي، وأهلا وسهلا بالشباب، والسلام عليكم.